إذا بدك تضلك هيك ضايش بحياتك ما رح تعرف تطلع حالك من هالطابوسي. خايف يا طلال، خايف ومربط أيديه. لك بس اللي من شو خايف ومن شو مربط أيديك؟ لك الرجال بدون ما يعرف إنه أنت اللي حامي عرضه وشرفه فداك بروحه. شلون إذا عرف إنه أنت اللي كنت حامي له عرضه؟ آه قسما بالله إذا بس بتهبل تمك وبتطلبها للمخلوقة ليقلك عطيتك إذا الله عطاك. رجعنا لنفس الدباجة، رجعنا لنفس الدباجة. أبو العباس ما لح غير لهالدباجة لحتى تلين راسك. لك أنا حاسس فيك يا أخي، حاسس فيك. أنت رايدها للمخلوقة وأكيد هي رايدتك وخالتك رايدتها. وليك أبو طالب إذا بيفتل المعمورة كلها ما لح يلاقي رجال شهم مثلك يشرفه ويناسبه. يعلم الله من بعد ما طلعت هالبنت من حياتي كركبت فوقاني تحتاني وصارت الدنيا كلها بلا طعم وبلا لون. بس لا عاد تقلي بس يا رجل، لا عاد تقلي بس. شو عم تستنى؟ ما بعرف، ما بعرف. أبخ فيك عمي حمزة اللي كان مأخرني عن زيارتك وسماع أخبارك هو حيرتي إنه شلون بنتي الصغيرة وصلت لعندن منكم. والله يا عمي أبو طالب، يوم اللي إجيت لعندك وأخذت لك الطوق حكيت لك إنه أخي عباس جاب لعنا طفلة صغيرة وعلى قوله إن بنت تاجر حلبي أبوها راح يقضي مشوار ويرجع ياخدها، وباقي السيرة حكيت لك إياها بالقلم مشرح. مزبوط، بس مقصدي كان إنه شلون بنتي وصلت لأخوك عباس. والله فاتتني، وهذا اللي محيرني وشاغل بالي ولازم أعرفه بأي وسيلة. عمي أبو طالب بدي أسألك سؤال، بهديك الأيام كان لك عداوات مع حدا هيك ولا هيك؟ كان في عداوة بيني وبين واحد بياع عنتيكا ما بتجوز عليه غير الرحمة، وكنت حالف يمين إلا أقتله. بس ما تقلي فريز النو. مظبوط، اسمه فريز النو، أنت بتعرفه؟ ما بعرف غيره. شو هالحكي لك عمي؟ معلوم، كان يتردد لعند أخي عباس الله يرحمه. لشو كان إله مع أخوك عباس؟ بده يكون بعد ما حاولت قتله راح لعند أخي عباس ووشع عنك لينتقم منك. ما فهمت عليك عمي أبو طالب. أخي عباس الله يرحمه كانت شغلته الشاغلة يصفي العوائنية اللي عم يشتغلوا مع الفرنساوي. إيوه، كان يعمل هالشي انتقاما للوالد الله يرحمه، لأنه راح بوشاية على إيدين واحد عوائني بيشتغل مع الفرنساوي. ايوه، يعني معقول اخوك عباس شك اني عوايدي وخطف البنت؟ اعذروا عمي اعذروا، بده يكون فريز النو معبي براسه شي كاينه لحتى عمل هالعمله. ايوه، واخي على اسره بده يكون خطف البنت لحتى يعكر عليك، وبليلتها استشهد وضاعت الطاسه رحمه الله عليه. عمي كلامك فيه زبده. بقى أنا بقول إنه هذا هو السبب اللي وصل صغيرة لأخي عباس الله يرحمه. سبحان الله، الدنيا شو صغيرة لك عمي حمزة، راحت أيام وإجت أيام وكل هالشي مشانك سبك. استغفر الله عمي، أنا اللي كسبتك، ونيابة عن أخي الله يرحمه أنا بستعذر منك. لا عمي لا، أخوك ما له ذنب بنوب، الذنب على بيع الأنتيكا. وهلأ طمني، ارتاح بالك؟ كان لازم اتأكد حتى يطمن قلبي. عمي حمزة، مو هذا السبب بس اللي جابني لعندك. تفضل عمي، انت بدأ أمور أمر. بلغني انك بدك تتقدم لعيلة ومتردد لانك حاسس انه البنت اللي بدك تطلبها ما بتجز لك كونك انت اللي مربيها من لما كانت صغيرة. والله يا عمي انا حمزة، من اخره عمي، أنا طالبك عريس لبنتي. استغفر الله عمي، شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقلك، إذا ناوي على شي من بكرة الصبح بتبعد الحريم ليحكوا بهالسيرة. عمي أبو طالب أنا بيشرفني نسبك لولد الولد. وبالنسبة للموضوع اللي كان شاغل بالك بتقيمه من راسك نهائيا، لأنه قبل ما أجي لعندن منك أنا سألت شيوخ وأمي وأكدوا لي إنه هذا الموضوع لا شبهة فيه، يعني حلال. كتر الله خيرك عمي، بس ما بعرف شو بدي لك. لا تقلي شي
وشغلة ترحالك من الشام بتقيمة من رأسك نهائيا. والله يا عمي انت فضلت وممنونك من كل قلبي. لا يا حمزة، انا اللي ممنونك لانك قبلت نسبي. انا لو درت العالم كله ما رح لاقي شب قبضاي وذكرت مثل حكايتك يسون شرفي وغرضي. انت مفضل عمي، وفضلك سابق وطامرنا. الفضل لله عز وجل. عمي بانتظار حريمكم بكرة. تكاليف العرس أشي لف يعتبره نقوط من عمك أبو طالب. بس والله هيك كتير يا عمي كتير. لا يا حمزة، انت اللي عملته مع كريمتي ما بتقدر بتمام. قول الله عمي. يلا يسر عمي. أولي كمان ما فهمت. واضحة لك اختي، المرأة عم تدور على عريس لأنه شكلك خرطتي مشط. يو شو عم تحكي لك اختي؟ والله العظيم خجلتيني، بعت لك دفشي على هالحكي. لا عيب ولا حرام يا اختي. بعدين خالتي ام محسن اظرف واحلى مرأة بالعالم كلياته. عن جد عم تحكي؟ ان شاء الله بتطلعي من نصيبه لمحسن يا صالحة، لأنه زلمة ذكرته قبضاي. معناها انا هلا ما رح فوت. انت قدمي له القهوة. قولي على طولي بقي بالسجن هذيك الحسبة وما صار له مدة طالعة. يو امه كل همها انها تفرح فيه وتشوف ولاده قبل ما الله ياخذ امانته. انا ردك خايبه؟ ايه افضالكم سابقه علينا ليوم الدين. اللي عملتوه مع مال الشام ما بيعملوا غير كل كريم وصاحب خلق عظيم. اطلبي وتمني. خليلي ياكي، تسلمي لقلبي. والله يا اختي ام طالب نحن ما عملنا الا واجبنا، ومال الشام والله والله بغلاوه عيوني. لك الله يخلي لي هالعيون الحلوين. اطلبي وتمني. بصراحة أختي أم طالب نحن جايين لنطلب إيد مال الشام الله يسلمه لابن أختي حمزة. أبي يحصل لنا الشرف تقبريني. الشرف لأن عمي حمزة. أمي الله يرضى عليك، حاجة تقولي عمي عمي حمزة ما عاد عمي. شو نسيتي حبيبة قلبي؟ كنتي شي ولا صرتي شي تاني؟ أمي ما نسيت شي، بس هذا شو أمي شو صارحيني، في شي بيعيبه لحمزة؟ شو يعيبه ما يعيبه ولي على عيوني؟ أمي هذا نور عيوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي والله أنت رح تجننيني، ما عم بفهم عليها شي. بكي لك أختي، ليش عم تبكي؟ ضيعان هالدموع. ما في شي أختي، ما في شي. شلون ما في شي؟ ليلي تقولي قلبي فيكي شي؟ شو بكي؟ ما في شي، عن جد ما في شي. يوم 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 شو بهالبنت؟ شو بهالبنت؟ ما عم بفهم عليها، والله ما عم بفهم عليها. رح اجن انا، رح اجن، ما عم بفهم عليها. We are now.